طيب حديثنا لسه مستمر عن الاهلي وطلاع الجيش وكابتن حشيش منورنا، وكنا بنتكلم عن الفار وهذه التقنيه الحديثه اللي المفروض ان هي اتعملت اصلا علشان يكون في عداله اكتر على طبعا. الملاعب، ولكن ربما في بعض الاوقات وليست محليا فقط يعني حتى دوليا بيحدث ان الامر بينقلب يعني عكس ما مفروض ان هو يكون، وبعض القرارات اللي بتصدر ما اعتقدش ان هي بتكون عادله تماما، وشفنا ده مع الاهلي في فترات كتيره مؤخرا. هنعدي الجزئيه دي خلاص تمام. لان دي مش بايدينا حاجه فعلا نعملها، ان الواحد بيتكلم بيعمل علامات استفهام ممكن يعمل شكوى، لكن في الاول وفي الاخر برضو الامر يعني خارج زي ما بيتقال الايد يعني. الشق الثاني اللي عايزه اروح مع حضرتك فيه برضو ذكره يعني زميلنا شريف شعبان، هو كان بيتكلم عن لقاء كابتن محمود الخطيب وحرصه، وعلى فكره انا يعني من كواليس برضو كان موجود من الفجر قاعد يعني، وراح عند قطاع الناشئين ويعني لفه، وهو دايما بيعمل ده بصراحه، بيكون حريص ان هو يكون متواجد. خليني اعرف برضو من حضرتك. هو طبعا كابتن الخطيب زي ما قلنا وكان له دور كبير جدا في يعني بطولات النادي الاهلي اللي هي السابقه الفتره الاخرانيه، نشوفه في بعض الاوقات كان بيطلع رئيس بعثه طبعا في مباريات حاسمه وصعبه جدا، وكان لها تاثير كبير جدا على اللعيبه، ان رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اللعيب الاسطوري يعني رايح معانا في المباراه دي ورايح معانا، وبعدها يمكن مثلا بتصادف ان يبقى تاني ماتش برضو او تاني سفريه طالع. شفنا له تاثير كبير قوي في على اللعيبه، وعلى طبعا الاداء بتاع اللعيبه وعلى الحماس وتحفيز اللعيبه. كذلك برضو اطمئنان الجمهور كمان طبعا، يعني دي فيها رسائل كتيره منها ده ابتدت بقى تبقى ايه نوع من انواع التفاؤل كمان طبعا. الجمهور بيحس ان الكابتن الخطيب رايح معاهم بيقول لك لا ان شاء الله باذن الله خير، هيبقى فيه تركيز من اللعيبه وهيبقى فيه اهتمام. كذلك شفنا بقى الفتره الاخرانيه اللي ما كانتش الحاجات دي بتحصل، ان بقى وجوده في الملعب في التدريب كتير يعني، وفي الفترات اللي فيها بعض الازمات شويه وفي الفترات العاديه بقى بيروح كده وكده، اهتمامه الكبير بفرقه الكوره اللي هي واجهه النادي الاهلي، فهو الحقيقه بيبذل مجهود كبير جدا جدا على حساب طبعا صحته وانما هو عارف ان وجوده مهم جدا في وسط اللعيبه في الاوقات دي، وبيدي برضه رساله للجماهير ان النادي الاهلي مهتم، عشان خدت بطوله ولا اثنين ولا ثلاثه، لا ده انا مهتم بكل بطوله بخش فيها ان انا اعمل اللي عليا، يعني زي ما احنا قلنا قبل شويه ان النادي الاهلي العشر شهور اللي فات واخد بطولات كثيره جدا، مش هتفرق معاه البطوله مثلا بتاعه الدوري لو لا قدر الله حصل حاجه، انما مع ذلك برضو النادي الاهلي مش عايز يسيب البطوله دي ولغايه اخر لحظه. ومش هنقول مثلا يعني لو خدنا مثلا ليفربول مثلا السنه الموسم اللي قبل اللي فات واخد بطوله اوروبا واخد دوري واخد، السنه اللي بعدها خرج من بطوله اوروبا، وحتى ترتيبه يعني ترتيبه في بطوله الدوري متاخر. انت النهارده النادي الاهلي ماشي ايكوال مع المنافس لغايه اخر لحظه، مش مثلا كمان يعني سايب البطوله دي وخلاص بقى، او يا جماعه نركز في كذا كذا. كمان عايز اقول للجمهور ان في فرق برضو يا جماعه في الفتره الاخرانيه بين فرقه خرجت من البطوله ومركزه في البطوله الثانيه وعامله لها معسكر شهر وقاعده وقاعده، أيوة وفرقه أيوة صح استمرت صح شغاله لغايه بلا توقف اخر لحظه صح بلا توقف، مشتته في التركيز ما بين بطولة افريقيا وبطولة الكاس وبطولة الدوري. فالحته دي برضو لازم الناس يعني، انا مش بدي على فكره اعذار لفرقة النادي الاهلي، احنا بنشرح عشان زي ما قلت لازم نبتدي نخفف على الجمهور وعلى اعصاب الجمهور سواء من هنا او هنا خلال الفتره اللي جايه. مش نهاية العالم في أي حاجة، دي كورة يا جماعة لآخر لحظة زي ما كنا بنقول في الفاصل. كابتن حشيش تعب، حاسة بيتكلم من قلبه زي ما كنا، أصل أنا من الناس اللي بتتعب، مش أنا مش بره الناس دي. أيوه بس أنت عارفة أنا حاسس، لأن في ناس بشوفها بتيجي تتكلم هتتجنن لو حصل حاجة، لا يا جماعة مش هيحصل حاجة إن شاء الله، ولو حصل حاجة اعرف إن كذا وكذا 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 عشان تخفف عليك. دي اللي أنا عايز أقول.